والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أولياء أمور الصف الرابع. إن شاء الله النهاردة عندنا مراجعة على العمليات على الأعداد من كتاب الأضواء صفحة 7. بيقول لك أولا الجمع، بيقول لك لجمع العددين بتاعتنا دول 1425 و4362 نتبع الآتي. بيقول لك أول حاجة بنجمع الأحد مع بعض، يعني 5 زائد 2 هتدينا إيه؟ 7. طيب نجمع العشرات، هنا طبعا زي ما احنا عارفين ده أحاد، عشرات، مئات، ألوف، يبقى نجمع الأحاد مع بعضيها. بعد كده بنجمع إيه؟ العشرات مع بعضيها. فين العشرات عندنا؟ عندنا 2 وعندنا 6. 2 و6 كام؟ 8. طيب نجمع المئات، عندنا المئات 3 و4، يبقى 3 و4 كام؟ مجموعهم 7. وعندنا بنجمع الألوف، آدي 1000 وآدي 4، يبقى إيه؟ 1 و4 اللي هي 5، يبقى النتيجة بتاعتنا اللي هي 5787. يبقى الطريقة بتستخدم، بتجمع الأحاد مع الأحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات، وأحاد الألوف مع أحاد الألوف، عشرات الألوف مع عشرات الألوف، وإيه وهكذا. طيب ثانيا الطرح، بيقول لك لطرح العددين 7695 و2531 بنتابع الآتي. برضه هنمسك الأحاد ونطرح، هنا عندنا طبعا الأحاد 5 ناقص 1 اللي هي هتدينا كام؟ اللي هي هتدينا 4. طيب نمسك العشرات، هنا عندنا 9 ناقص 3، 9 ناقص 3، هنبدأ هنا من على الشمال، 9 ناقص 3 اللي هي بتساوي 6. طيب هنيجي طبعا ايه، نروح كاتبينها تحتيها، ادي 5 ناقص 1 4، 9 ناقص 3 6. طيب 6 ناقص 5 اللي هي المئات مع المئات، 6 ناقص 5 اللي هي بتساوي ايه؟ 1. طيب 7 ناقص 2 اللي هي بتساوي ايه؟ 5. يعني هنا بيطرح برضو الاحاد من الاحاد، والعشرات من العشرات، والمئات من المئات، واحاد الالوف من احاد الالوف، وعشرات الالوف من عشرات الالوف، وهكذا. طيب بيقول لك ثالثا عائلة الحقائق، بيقول لك هنا عندنا العلاقة بين العشرة والاثنين والخمس. طبعا زي ما احنا عارفين لو ضربنا 2 في 5 هتدينا 10، لو قسمنا العشرة على الخمسة هتدينا الاثنين، لو قسمنا العشرة على الاثنين هتدينا الخمسة. طيب قال لك هنا 2 في 5 بكام؟ ب10. طيب 2 في 5 بكام؟ لو بدلناهم هتساوي برضو 10. هنا التبديل، هنا طبعا ايه يجوز التبديل طبعا ايه في الضرب. طيب هنا قال لك 10 على 2، لما تيجي بتقسم 10 على 2 يعني 10 تفاحات بتوزعها على 2، يبقى كل واحد هياخد 5. طيب لو قسمنا 10 تفاحات على ال5 أطفال أو 5 رجال أو أي 5، طبعا ايه 10 على 5 بتساوي 2. طيب عندنا بيقول لك رابعا الضرب في العدد 10 ومضاعفاته. طيب احنا عندنا اول حاجة لما تيجي بتضرب في العشرة على طول العدد اللي بتضربه فيه بتزود عليه 0، يعني هنا 5 في 10 ادي الخمسة هتنزل ونزود عليها 0 بقيت 50. طيب هنا 5 لو ضربناها في 100، ادي الخمسة هتضربها في الواحد هتدينا 5، والصفرين بينزل، يعني لو ضربت في 10 بتزود 0، لو ضربت في 100 بتزود 0. طيب لو ضربت في 1000 برضه هنزود 3 أصفار، يعني كل ما بتضرب كل ما تزيد اللي هي خانة الخانة الأحاد والعشرات والمئات وأحاد الألوف، كل إيه ما بتزود 0. طيب 5 في 1000 اللي هي ب5000، 5 في 1 أدي ب5، وأدي 3 أصفار إيه بينزل. طيب خامسا بيقول لك حقائق الضرب في العدد 0 أو 1، بيقول لك أي عدد في 0، أي حاجة بتضربها في 0 هتدينا إيه؟ 0. عندنا بيقول لك برضو أي عدد في 1 بيدينا نفس العدد، يعني 1 في 5 ب5، 1 في 7 ب7، 1 في مليون بمليون. طيب نشوف مثال، بيقول لك 0 في 9 هتدينا 0. طيب لو ضربنا 9 في 1 هتدينا إيه؟ هتدينا 9. طيب نشوف التدريب بتاعنا، بيقول لك طبعا التدريب طبعا على عمليات ايه على الاعداد. طب نشوف اول حاجة، بيقول لك اوجد ناتج، اوجد ناتج ايه ما يلي.
طيب نشوف، نبدأ أول واحدة هنا نحل مع بعض. طبعا هنا شوف هنا الإشارة بتاعتنا، طبعا جمع، ودي طرح، ودي جمع، ودي إيه طرح. طيب نشوف أول واحدة طبعا إيه الجمع. هنبدأ هنا طبعا إيه، بنجمع الأحاد مع الأحاد. طيب 3 زائد 0 بكام يا شباب؟ 3. 3 زائد 0 بـ3. طيب 2 زائد 2، العشرات مع العشرات، 2 زائد 2 بـ4. طيب 5 زائد 3 بتساوي كام؟ اللي هي المئات مع المئات بـ8. شاطر، حد تاني يجاوب معايا؟ أيوة، هنقول برضو إيه، 6 زائد 1. 6 زائد 1 بتساوي إيه يا شباب؟ طبعا 6 زائد 1 بتساوي 7. يبقى العدد بتاعنا 7843. نشوف الرقمين بتاعتنا، هنا بيقول لك إيه عملية طرح. طيب هنا هنمسك الأحاد مع الأحاد، يبقى هنطرح 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 3. طيب 7 ناقص 6، 7 هناخد منها 6، يبقى هيتبقى 1. شاطر، تمام. طيب 6 ناقص 1 اللي هي هتدينا كام؟ 6 هناخد منها 1، يبقى هيتبقى 5. طيب هنا عندنا عملية الجمع، هنا بيقول لك 4 زائد 9، يبقى هنمشي هنا 4 و9 كام؟ 13. 4 و9 13، وهيتبقى ايه؟ هيتبقى 1. هنكتب التلاتة ويتبقى ايه؟ 1. الواحد ده هنضيفه على الايه؟ على 5. 1 و5 6، ونجمع عليهم الاتنين يبقى كام؟ 8. طيب نشوف اللي بعديها، هنا 6 زائد 9، 6 و9 كام؟ 15. يبقى 5، هنكتب الـ5 وهنا ايه؟ هناخد الواحد بعديها في خانة ايه؟ أحاد الآلاف، نحطها كده فوقيها ونبدأ نجمع. 1 زائد 1، 2 زائد 3، يبقى 2 زائد 3 كام؟ بتساوي 5. يبقى المجموع بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو 5583. طيب نشوف اللي بعديها، دي طبعا ايه؟ مسألة طرح. هنمسك أول عدد هنا، طبعا هنا عندنا أحاد هنطرحها من الأحاد. طيب 1 ناقص 9، الرقم بتاعنا 1371 ناقص 1149. 1 ناقص 9 طبعا ما يصحش، لأن الواحد أصغر منين؟ من 9. يبقى هناخد من 7 دي يا شباب إيه؟ 1، تبقى دي هتبقى كام؟ 11. والسبعة دي خدنا منها 1 بقت كام؟ بقت 6. طيب يبقى هنطرح 11 من 9، 11 ناقص 9 كام؟ 2. طيب 7 دي بقت 6، يبقى هنطرح 6 من 4، 6 ناقص 4 اللي هي بتساوي 2. طيب هنطرح 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 هتدينا 2. طيب عندنا هنا 1 ناقص 1 هتدينا 0. طبعا الصفر من ناحية الشمال ايه؟ ما بيتكتبش. يبقى الناتج بتاعنا 222. طيب رقم 2 بيقول لك اكمل ما ياتي. طيب نبص الاول واحدة، هنا بيقول لك 7 × 5 × 2. هنا طبعا عطينا 3 ارقام نضربهم ايه في بعض ونجيب الناتج. طيب نشوف رقمين مجموعهم ايه، يساوي 10، بيساوي 20، بيساوي 50، بيساوي 100، بيساوي 1000. طبعا ايه؟ عشان ايه؟ يبقى سهل علينا عملية الضرب. طيب هنمسك هنا عندنا 2 × 5 بكام؟ ب10. يبقى هنا ادي العشرة هنضربها فين؟ في 7. طبعا احنا عارفين خاصية الضرب في 10، بنزود الرقم اللي بنضربه في 10 بنزوده ايه؟ 0. يبقى 7 × 1 بكام؟ ادي 7، والصفر ايه؟ بينزل، يبقى 7 × 10 بـ7. طيب نشوف المسألة التانية، هنا بيقول لك 19 ناقص ايه؟ 9. ال 19 ناقص 9 بتساوي كام؟ طبعا يا شباب على طول معروفة دي، 19 ناقص 9 اللي هي بتساوي 10. 10 زائد 9 بتساوي 19. طيب هنا عندنا المسألة اللي بعديها، بيقول لك 85 زائد نقط بيدينا 95. يبقى ال 85 نحط عليها كام عشان تدينا 95؟ طبعا هنحط عليها 10. 10 × 85 95، أو نطرح ال 95 ناقص ال 85 عشان نجيب القيمة دي. هنقول 95 ناقص 85 برضه هتدينا الناتج 10. طيب
رقم 4 بيقول لك 60 ناقص نقط بتدينا 45. الـ60 ده هي لو طرحناها من رقم بتدينا 45، يعني هنطرح الـ60 من الـ45. الـ60 هناخد منها 45، هتتفضل ايه؟ هتتفضل 15. لو جمعنا الـ15 على الـ45 هتدينا ايه؟ 60. طيب نشوف المسألة اللي بعديها. هنا بيقول لك رقم 5، 5 في 9. جدول 5 يا شباب، 5 في 9 ب 45. طيب نشوف السؤال اللي بعديه، رقم 6، بيقول لك 7 في نقط بتدينا 14. طيب نشوف هنا جدول 1، 7 في 1 ب 7، 7 في 2، 2 في 7 بكام؟ ب 14. يبقى 7 في 2 طبعا بتساوي ايه؟ 14. يبقى الناتج هنا 2. السؤال اللي بعديه بيقول لك 12 على 3، يبقى هنقسم يا شباب ال 12 على 3. جدول 3، 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12، يبقى 12 هنوزعهم على 3، يبقى كل واحد فيهم هياخد ايه؟ 4. طيب هنا ال 18 على نقط بتدينا 9، يعني هنقسم هنا ال 18 على ايه؟ التسعة. ال 18 على التسعة اللي هو 9 في 1 ب 9 و2 في 9 ب 18، يبقى ال 18 على التسعة فيها الاتنين. لو قسمنا 18 على الاتنين هتساوي 9. طيب هنا عندنا 20 بتساوي 4 في كام؟ هنا طبعا ال 20 بتساوي، عندنا جدول 4، 4 في 4 ب 16، 4 في 5 ب 20، يبقى هنا اللي ناقص ايه؟ الخمس. يبقى 4 في 5 بتساوي 20. طيب السؤال اللي بعديه هنا بيقول لك ايه بقى؟ عدد هنا لو قسمته على الخمسة يدينا 5، يعني دول لو ضربناهم في بعض على طول هتدينا ايه؟ 5 في 5 بكام؟ ب 25. يبقى على طول هنضرب دول في بعض عشان يدينا ايه؟ العدد ايه اللي هو المقسوم. المقسوم ده اسمه المقسوم، وده المقسوم عليه، وده ايه؟ خارج القسمة. يبقى هنا الـ25 على الـ5 اللي هي ايه؟ بتساوي 5. لو ضربنا 5 في 5 هتدينا الـ25. طيب نشوف السؤال اللي بعديه، 14 زائد 26. طبعا 14 زائد 26 اللي هي بتساوي 40، هتجمع طبعا الستة مع 4 فيها العشرة، العشرة طبعا هتنزل الصفر ومعاك 1، 1 و2 3 و1 كام؟ 4. هنكتب كده كام؟ 40. طيب نشوف السؤال اللي بعديه، 6 زائد 6 زائد 6. طيب 6 و6 12، 12 هنضيف عليهم 6 اللي هي بتساوي 18. السؤال اللي بعديه بيقول لك 7 في 4، 4 في 7 بكام يا شباب؟ 4 في 7 ب 28، يبقى هنكتب ايه؟ 28. طيب نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لك 25 ناقص 12. طيب هنطرح 5 ناقص 2 اللي هي بتساوي ايه؟ 3. وهنا عندنا الاتنين ناقص الواحد فيها الواحد، يبقى 25 ناقص 12 بتساوي 13. شوف السؤال اللي بعديه بيقول لك 15 على 5، 15 هنوزعهم على ايه؟ على 5. 15 تفاحة هنوزعها على 5 طلاب، يبقى كل طالب هياخد ايه؟ 3. طيب هنا عندنا 4 في 10 في 2. طيب 4 في 10 بكام يا شباب؟ 4 في 10 ب 40 في 2. هنبدأ نضرب الاتنين في الأربعة بكام يا شباب؟ بتمانية، والصفر يروح ايه؟ منزلين، يبقى 2 في 40 بتساوي 80. طيب هنا اللي بعديها بيقول لك 50 على نقط بتساوي 5، ايه العدد اللي بتقسم اللي لو قسمت الـ500 عليه يدينا ايه؟ 5. هنا في حل، هنقسم هنا الـ500 على الـ5. طيب ادي الـ5 على الـ5 فيها الواحد، والصفر هينزل والصفر هينزل، يبقى فاضل ايه؟ فاضل 100. يبقى 500 على 100 بتساوي 5. لو ضربنا الـ5 في 100 هتدينا 500، يبقى الإجابة بتاعتنا صحيحة. طيب هنا بيقول لك 8 في 1000، هنضرب ال 8 في الواحد، 8 في 1 بكام؟ ب 8، والتلات أصفار هتنزل يبقى 8000. السؤال اللي بعديه بيقول لك 300 في نقط بتدينا 1500،
ايه العدد اللي تضربه في التلتمية يدينا 1500؟ يعني هنقسم العدد الكبير على العدد ايه الصغير. طب نقسم 15 على 3 فيها الكام؟ فيها الخمسة. طيب هنا عندنا طبعا ايه، هنا الصفر طبعا هيروح مع الصفر، وعندنا الصفر ده هيروح مع ايه، مع الصفر. يبقى لو ضربنا الخمسة في التلتمية هتدينا 1500، ادي 5 في 3 ادي ب15، وهينزلوا ايه الصفرين، يبقى الناتج بتاعنا هنا 5. طيب نشوف اللي بعديها، هنا بيقول لك 9420 في نقط بيدينا صفر. قلنا اي حاجة في صفر بتدينا ايه، بتدينا صفر. طب اي حاجة في الواحد، هنا عندنا اخر واحدة 750 في واحد، اي حاجة بتضربها في الواحد بتدينا ايه، نفس الرقم اللي هو 750. وهنا نكون انتهينا من مراجعة العمليات على الاعداد درس بتاع النهاردة، وان شاء الله معاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.